الحقائق ما ينقصنا الرطيب. أسرت من فن الدرر في ربى البلد الرحيم. سالت أسهار الحدائق ما ينقصنا الرطيب. سمعنا كم صداح تشدو وصدى اللحن الحبيب. سمعنا كم صداح تشدو بصدى اللحن الحبيب. ما غنوا لكن كالبلاغ غنى لك العندليب. 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 غنوا لكن كالبلاغ. أنا خلاص يا عمي ما في طريقي رجعني. ما بقول أرجع صافي ألاقي العزة تمنعني. شكرا جزيلا كورال كلية الموسيقى والدراما بقيادة الأستاذ الصافي مهدي. بلادي يا سنة الفجر. مأمون عوض صالح والكورال. كلمات مصطفى تني. ألحان بشير عباس. توزيع موسيقي وكورالي دكتور بابكر سليمان. Thank you.
يجالي آثن الفجر وينبوع الشذى العطر وملتمتي أناشيد وآيات من الشعر. سلام أنت ألحاني وحلمي في الهوى العذر. آثن الفجر وينبوع الشذى العطر. أناشيدي وآيات من الشعر وحبي بالهوى العذر. قعدني أرضها طفلا فكيف أثومها غدري. عمري وحق لخيرها شكري. سلام أنت ألحاني وحبي بالهوى العذري. وعند الدوحة الغنى أفياء من السدر. وعند الدوحة الغنى أفياء من السدر. وكم أطيارها غنت تثابيه مع الفجر. وحبي بالهوى العذر. ولي في أرضها ذخر يعز الذخر عن سبري. ولي في أرضها ذخر يعز الذخر عن سبري. وقد جاءوا على قدري. وأجدادي بها قبلوا وقد جاءوا على قدري. سلام أنت ألحاني وحبي بالهوى العذر. الحر وشعب الله من مهر. ينادي معقل الحر وشعب الله من مهر. سألت الله في سري سألت الله في جهري. سألت الله
شكرا شكرا جزيلا. أدعو الآن الدكتورة ألحان بشير عباس وهي فقرة تكريم لمجموعة من مبدعي بلادي. تحية كبيرة للدكتورة ألحان بشير عباس. والله بدي الجنة. ولف الفن ولف
مساء النور عليكم من بلاد النور. مساء النور لوالدي الحبيب في عليائه، وأنا متأكدة هو اليوم حضور حولنا، لأنه هو الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر. والدي عشق الفن منذ أن كان طفلاً عمره 7 سنين، ألف أول مقطوعة موسيقية وهو عمره 14 سنة، ولحن 3 مقطوعات وسجلهم للإذاعة وهو عمره لم يتجاوز 20، وصار نجماً وصار رجلاً مشهوراً السودان كله بيعرفه. في سنة 70 كان عمره 35 سنة لما يتعامل مع أصغر مطربات في السودان، أعمارهم 11 و13 و15 سنة، البلابل. وكونوا أهم ثنائية فنية في السودان. والدي رحمة الله عليه تعامل مع الفن كما يتعامل الأبطال مع قضاياهم، عمل من الفن رسالة اجتماعية، اهتم بالمرأة بالذات المرأة المبدعة في شتى المجالات. والدي لحد سنة 75 كان خلى من البلابل نجمات في الصف الأول زيهم وزي وردي وزي محمد الأمين. والدي رحمة الله عليه
هاجر إلى كندا وهو عمره 55 سنة. يا جماعة، هجرة المبدعين دي كارثة. هجرة المبدعين دي إذا المبدع هاجر من أجل إبداعه عندها معنى، لكن المبدع السوداني هاجر عشان يأكل ويشرب دي كارثة. ده كلام ما بليق بالشعب السوداني. أنا بعد والدي توفى واهتميت بأنه أبحث عن أرشيفه وأجمعه، اصطدمت جدا بحاجتين. أنا أتمنى كلنا نحن نشتغل مع بعض ونحاول يعني نصل لمصاف الدول المتقدمة. يا جماعة، لحد الآن الأرشيف الورقي الصحفي ما يتحول لأرشيف إلكتروني. يعني الكلام ده ما بيليق ببلد زي السودان، وما بيليق بمبدعين عظماء زي بشير عباس والعمالقة كلهم كانوا في جيله يعني. فلازم المسألة دي يعني تتحول لأسلوب متحضر، والناس تقدر تتحصل على أي أرشيف بسهولة. الغرض من الفعالية اليوم إننا حنأسس لجائزة بشير عباس للموسيقى، وبنتمنى إنه يعني تكون في تحت رعاية الدولة. يا جماعة، يعني الحكومات المتعاقبة لم تكرم الموسيقار بشير عباس تكريم على مستوى الدولة. والدولة يا جماعة ما معنى الحكومة، الحكومة مجرد موظفة في الدولة السودانية. نحن إذا عملنا بالفهم ده حنعبر وحننتصر. طيب يا جماعة، نحن عشان الفعالية يكون عندها معنى، زي ما قلت لكم حنأسس لجائزة بشير عباس للموسيقى، حنبتديها، حنكرم جيل من الرواد بيستاهلوا التكريم باسم بشير عباس. وللسنين القادمة إن شاء الله الجائزة حتكون مكرسة عبر مسابقات وللأطفال عشان نشجع الأطفال المميزين في عزف العود. لأن الموسيقار رحمة الله عليه بدأ من عمره 7 سنين، فنحن عايزين الجائزة يكون جائزة لها معنى ولها مغزى، ونطور من أداء العود في السودان. فحنبتدي التكريم إن شاء الله. تتفضل الأستاذة هادية طلسم عشان نكرم. تحية للأستاذة هادية طلسم. أول المكرمين الدكتور الموسيقار أنس العاقب. خلاص أنا بنزل معك. الدكتور الموسيقار أنس العاقب. عايزين بس نوريكم الجائزة شكلها كيف. دكتور أنس العاقب. الموسيقار عمر الشاعر. العواد الفنان الأستاذ عوض أحمودي. الموسيقار المرحوم جعفر فضل المولى. بالمناسبة ده أول تكريم لي من 50 سنة.
الطالب المتفوق الأول بقسم الموسيقى من كلية الموسيقى والدراما. بروف الفاتح حسين لو سمحت. الراحل الدكتور صلاح النصري. أسرة الدكتور صلاح النصري لو سمحتوا فلتتفضل إلى خشبة المسرح أسرة الراحل المكرم الدكتور صلاح النصري. دكتور صلاح النصري من أحد أعضاء منتدى الموسيقار بشير عباس، ورجل كان فاعلا إلى آخر لحظة في حياته، وهو من اقترح جائزة بشير عباس للموسيقى. الراحل الموسيقار محمد سراج الدين فليتفضل من الموسيقار محمد سراج الدين هو من لحن تسلم أنام لك يا بشير الغناء الكورال. أسرة الراحل الموسيقار محمد سراج الدين فليتفضل من ينوب عنهم لاستلام جائزة الموسيقار الراحل محمد سراج الدين. من اللجنة المنظمة تحية للأستاذة هادية طلسم وهي تكرم الآن في جائزة الراحل بشير عباس. أنا منى عبد الرحيم زوجة المرحوم محمد سراج الدين، وكان مهموم بالفن، وسمعنا قبل شوية الكورال الأغنية دي لحنة تكريم لبشير عباس في جامعة المستقبل بحياته، والآن يكرم بروحه. يا أستاذ تحية لي الأستاذة منى عبد الرحيم ولرامز ابنها، تحية كبيرة لهم. الأستاذة هادية طلسم، تحية لي الأستاذة هادية طلسم البلبل المفرهدة. من اللجنة المنظمة الباش مهندس خالد محي الدين. قناة النيل الأزرق فليتفضل الأستاذ مصعب الصاوي لاستلام. باش مهندس خالد محي الدين الدينامو المحرك لهذه الفعالية. قناة النيل الأزرق الأستاذ مصعب الصاوي. سوري. يستلم الآن الباشمهندس خالد محي الدين اللجنة المنظمة. قناة سودانية 24 حستلم بالنيابة عن قناة سودانية 24 لانشغال بقية التيم على التغطية على الهواء مباشرة.
كلية الموسيقى والدراما بروفيسور الموسيقار الفاتح حسين. الكورال يا جماعة ومحد الموسيقى أهم صرح موسيقي في السودان. دكتور بابكر سليمان يستلم عن كلية الموسيقى والدراما. العواد الأستاذ الموسيقار عوض أحمودي، نحيي جماعة تحية كبيرة جدا، يستلم الآن جائزة الراحل بشير عباس. تحية للأستاذ عوض أحمودي العواد المعروف. التحية لكم أحبتي، والتحية لهذا النفر الكريم الذي آل على نفسه أن يكرم في شخصنا الحبيب سنج كالأغنية السودانية بشير عباس. وأنا حقيقة من حيث الموسيقى أنا شخصيا بعتبر أن ذلك كلهم آبائي، من بينهم الحبيب بشير عباس، والذي أحفظ له ما لم يحفظه حتى اللي رافقوه. يعني بشير غنى له عبد العزيز داود، وغنت له البلابل دي خليه، وغنت له عش الفلاتية، وغنوا له ثنائي النغم، وغنى له زيدان ابراهيم وشام درماس. الشباب الصغار ديل كلهم غنوا له يا اخواننا، وسنيل الجزيره طبعا هادية بتبصبص مني يا اخواننا، ومحمد حسنين. انا سعيد جدا بانه كل معزوفاته الموسيقيه بفضل الاله، ومن صغري كنت دوما يعني اسمعها واتلقفها بكل شغف وحب، وتعلمت من على يديه او من على انامله التي كنت اسمع، لاني انا يا اخواننا ما شفت الزول اللي بيعزف كيف. اللي عايز اقوله انه كل هذا الجمال بعدك مرحله البلابل دي خلوها ثانيه، احسن تسيب سكتنا سكه مدرستنا وشوف غير طريقنا طريق، والليل مسافر للدار مغادر. وده غنى قديم يا اخواننا، طبعا هادية دي يا اخواننا اختي الصغيرة يعني. شكرا جزيلا استاذنا عوض احمودي. الاذاعة السودانية الاستاذة ايمان، ومن بعدها يتم تكريم لتلفزيون السودان والصحافة السودانية وقناة البلد الفضائية. Thank you.
نادي التراب ولجنة كندا لتكريم الموسيقار بشير عباس. أي زول من كندا من الجالية السودانية بكندا؟ عمنا شقة وين أنت؟ نادي التراب. نادي التراب. إذن شكرا جزيلا دكتورة ألحان بشير عباس، وشكرا للأستاذة المخضرمة البلبل المفرهدة هادية تلصم. الآن نبقى مع أطفال من بيت العود، مشاركة جميلة جدا معزوفة للراحل بشير عباس، نحييهم تحية كبيرة. جزيلا للزهرات الجميلات المشاركات من بيت العود في هذه الأمسية الذكرى الأولى لرحيل الموسيقار بشير عباس.
عشان فتحي يا مالك صار فتحي.